بما انك مشجع قديم، ايه الفرق بين التشجيع زمان والتشجيع دلوقتي؟ وعايزين نتكلم في الحته دي بقى، يعني كان في حب جامد قوي. مشجع قديم وسكنتي في الزمالك كانت بتخلي لما ماتش الاهلي والزمالك حتى لو الاهلي مغلوب بروح امبابه واروح ابو العيله اتفرج على الكرنفال اللي بيحصل. حتى وانا متنكد والاهلي مغلوب والمفروض ان محدش يجي ناحيتي ولا يضايقني، بروح اتفرج وهم ما يعرفونيش بقى. محدش يعرفني، عيل صغير كده وراح اتفرج. محدش يعرف بقى انت اهلاوي ولا زملكاوي، انت من المنطقه ولا مش منطقه، محدش يعرف. بشوف الكرنفال وغصب عني بضحك. بيعملوا ايه الزملكاويه سبب الاهلي ما يتغلب؟ من كم الهزار والكلام ده وبتاع، والاهلاويه اللي قاعدين متضايقين بيضحكوا. في حب، في ضحك، بنتفرج مع بعض، بنكلم بعض في التليفونات قبل الموبايل والكلام ده. خلاص بنكلم. عمره ما حد سال حد جنبه انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ عمره. في الاستاد لازم يتفصلوا طبعا، في امن وفي الكلام ده، لكن في البيوت وفي الشوارع وفي القهاوي عمره. طب انا هسالك سؤال، عمرك هاجمت لعيبه الاهلي لما كانوا مثلا في وقت مش في مستواهم مثلا؟ طبعا على السوشيال ميديا لا بهاجمهم مع نفسي. لما بقابل لو معايا تليفون وكذا وبهاجمه وعارف ان انا بحبه وبسنده في نفس الوقت. يعني انت شايف ان الهجوم ممكن يكون مسموح بيه حتى لو زودوه شويه؟ اللي هو بالظبط زي ما يعني ابني لما يعمل حاجه غلط، اخويا الصغير لما يعمل حاجه غلط. بس لكن لعيب الكوره ما هو مش يعني اكتر منك 600,000 مره عاوز يجيب البنالتي ده. اللي داخل على البنالتي وبيضيعه ده كان الله في عونه. هو فعلا شايف الشبكه خرم ابره زي ما بيتقال. بجد زي ما بيتقال. يعني في زي الماتشات اللي خرجنا الاثنين منهم ضربات من ضربات الترجيح، كان نهائي كاس افريقيا. خلاص؟ اللي كان هيودينا يعني نهائي كاس افريقيا، او ان كان تصفيات كاس عالم مع السنغال. طب انت مش شايف ان ساعات اللعيب ده بيحتاج لوقت ان الجمهور ده يقف جنبه؟ طبعا يقف وراه، طبعا يسنده، مش كل مره يعني طبعا. زي ما احنا يعني الابن محتاج ان الاب يقرص عليه، بس في وقت ما بيحتاج ان هو يدعم. في كل ظروف الدنيا لازم ابقى اصيل. لازم يبقى على الحلوه والمره في كل مجالات الدنيا. لازم شاور لي على نادي. هو مش شيء يدعو للفخر لما كل شويه يعملوا احصائيه على اكثر الانديه في العالم حصولا على البطولات فاطلع النادي اللي انا بشجعه. طبعا هو اكثر الانديه في العالم حصولا على البطولات. هو لما خد 9 دوري، لما خد لما وصل كم مره، 5 مرات ولا 4 مرات مش عارف بتاع كاس عالم انديه، هو مش كان بيساعدني؟ هو لما لعب الهلال وعمل الماتش ده وانا كنت قاعد في السعوديه في وسط السعوديين ما كنتش فخور؟ ولما بياخد افريقيا والقضية ممكن وافريقيا اللي بعدها وكاننا كنا بنلعب ماتش ودي. العشره لما خدنا العشره وكاننا كان ماتش وكده، وكاننا مثلا ماتش تحصيل حاصل ولا الكلام ده، حتى فرحتهم دي كنت فخور وسعيد والكلام ده. انه النادي بيعرف نعمل الحاجه اللي عايز اقولها بقى، معلش انا اسف يعني. لا اتفضل. فتحنا في الموضوع ده. لا اتفضل. الزمالك لما خد الدوري السنه اللي فاتت انا باركت لكل الزملكاويه اللي في الدنيا اللي اعرفهم وما اعرفهمش، وكتبت نادي مبروك لنادي الزمالك وجماهيره العظيمه الكبيره حصوله على الدوري عن جداره واستحقاق. السنه اللي قبلها لما خد الدوري عملت كده. تمام؟ عن جداره واستحقاق. هو ليه بقى كل النادي الاهلي ما ياخد بطوله لازم تنكدوا علينا ويبقى مش حق ربنا يعني إنما. ليه؟ السخافه دي. بتجامل الكل بيتجامل، ده لو انا بتجامل يعني، ده لو انا بتجامل الكل بيتجامل. لا ما فيش حد بيتجامل يقدر ياخد عدد البطولات دي كلها، ما ينفعش. انا عاوز اقول لهم بس بقى يعني كفايه بقى يعني ضحك على جمهوركم والكلام ده، بس بقى حقيقي، بس بقى كفايه بقى. ايه اللي كل ما اجي اخد بطوله لازم تطلع لي على اي حاجه في في في, في الماتش ده والبطوله دي والمعرفة ليه؟ هو فعلا بس بقى هقعد ادور لك انا كمان وانت تقعد تدور لي ومعرفش مين. ما احنا مش عايزين نتكلم، خلينا ساكتين، خلينا ساكتين. من اقسم بالله العظيم، والله العظيم ثلاثه من ناس فير جدا بيتقال ايه ومعروف ايه. بس بقى وكفايه كده، دي هننهي بيها فقرتنا. خليكم معانا، راجعين تاني.